في الميكرو كان ندير نهضر. جدي ترحب بكم مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة، ومازلنا مع رجاء الخير. جمعية رجاء الخير دائما لعودتنا كنشوفوها في الأعمال الخيرية سباقة للخير ما شاء الله. اللي جينا اليوم مشاهدينا نشوفوا هذه الجمعية شحال وفرات ديال الأضحية وشحال من أسرة غادي يفرحوا، لأن دائما تقول هي هذا الشيء كامل ما عندها لا دعم إلا من الله سبحانه وتعالى ومن عند المحسنين، فما هي إلا وسيط بينها وبين المحسنين، يعني ما بين المحسن وما بين الأسر المعوزة أو الأيتام أو الأرامل. فخليكم معنا مشاهدي قناة شوف تي في، حنا كنتواجدوا وسط الكوري اللي تقدت منه جمعية رجاء الخير، غادي نسمعوا منها شحال وفرات وكيفاش الطريقة ديال التوزيع، يعني هذا وكيفاش اختارات يعني هاد الأسر اللي غادي يستافدوا، ومقارنة مع السنة الماضية واش كاين هاد العام أكثر، يعني كاين مساعدات أكثر ولا السنة الماضية كان أكثر. إذا هاد الشيء كامل هو اللي غادي نعرفوا مشاهدينا، فكنتمناو نشوفوا بحال هاد المبادرة يزيدوا يكثروا، لان ما احوجنا للتضامن والتكافل مع بعضياتنا، خصوصا اننا كنمروا بظرفيه استثنائيه، ظرفيه محتاجين يكون ذاك التضامن وذاك التكافل، واكيد نشوفوا المحتاج، اكيد نشوفوا ذوك الايتام، اكيد نشوفوا ذيك الارمله، اكيد نشوفوا ذاك الانسان اللي خدام وما بقاش خدام، ذاك طريح الفراش، هذيك طريحه الفراش وليداتها كيتسناو امتى غادي يدخل عليهم العيد. كنتمنوا جمعيه رجاء الخير تكون يعني شافت هذه الفئه هذه، خصوصا يعني الناس اللي متعفين وما كيقدروش يقولوا خاصنا، ولكن كاينين وليداتهم كيتسناو امتى غادي يفرحوهم. مرحبا بمشاهدينا يا رجاء. مرحبا بك رجاء. شكرا. السلام عليكم. شكرا لجميع المنابر الاعلاميه اللي شرفتني اخبار الشعب المواطن، اختنا دي قناه شوف تي في قناه الشعب، الاخ استاذ سحنون، كنشكركم على المجيء ديالكم وعلى التغطيه. على بركه الله، جمعيه رجاء الخير، الاسم رجاء توما، رئيسه جمعيه رجاء الخير للايتام والاسر المعوزه. بالنسبه للاخت ناديه سولتيني على شحال من راس غنم اللي توصلنا ليه لحد الحمد لله لحد الساعه 53 راس غنم، هذه كلها الحمد لله تخلصات. ان كنشكر من هذا المنبر، كنشكر المحسنين اللي كيوضعوا فينا الثقه اللي سنين وحنا خدامين معاهم الحمد لله. وكنبغي نشكر واحد السيد كنطلب ليه الله يشافيه، انه هو اللي تبرع ب 20 راس الغنم الحمد لله، خلصها هو والام ديالو الله يشافيها. وكنشكرهم من هذا المنبر، وكنشكر جميع المحسنين اللي تقت فينا وخاصه الجاليه، كنشكرهم لان يعني وقفات الجاليه معاك دائما دائما الجاليه من بدايه كوفيد الى لحد الساعه وحنا واقفين الحمد لله. كيف ما كتشوفوا الغنم خلاها لينا ب 18000 ريال. انا خصني نقول الثمن باش باش نعطي للمحسنين، هذا اولا ماشي رياء، نعم هذا كنوثق به، يعني من المحسنين كيبغيو يعني باش يشوفوا يوثق لهم هذا الشيء فيديو باش كنديروه، كنوثقوا للمحسنين لا غير. نعم. حنا حريصين باش ما نوريوش الناس، لان اكيد المستفيدين هذا ما يمكنش. وكيف ما كتشاهدوا راه هنا الغنم راه مخلطه، راه ماشي كلشي اللي مشريه، راه كاينه هنا شويه غليظه راه ماشي ديالنا، يعني خديتو نتوما على قد على قد الحال يعني باش نقدروا نوفيو. وهذه مشكور الاخ عبد الله اللي من جنود الخفاء، اللي هو اللي جابنا لهذا الكوري، وحتى السيد ما خسرش لينا من اللي عرف بنا الايتام واسر معوزه، انا خلاني لنا ب 18000 ريال و 18000 ريال و 500. وما ننساش واحد المحسن اللي شرى ست الاغنام، وكاين اللي عاوناه ماديا، يعني ما قدرناش نوفروا للجميع لان كاين الحالات بزاف، كاين عاودناه ماديا، كاين اللي خدينا ليه ونطلبوا الله عز وجل الله ييسر. 53 في الجمعيه في صراحه قليله بالنسبه للاعوام السابقه، نظرا السنه الماضيه شحال كان 75 حاله من غير الناس اللي استفدت ماديا. ونحن على بعد 3 ايام من العيد، واش ممكن هذا الرقم يرتفع؟ الله كل شيء على ربي. انا فاش جيت دخلت الكوري كانت عندي 4000 درهم،
جيتي تاني تزعمي كالعادة. جيت دخلت خديت 20 حولي ما عنديش منها إلا 4000 درهم. الحمد لله ربي، ملي كنقولها دائما التجارة كنتاجر مع الله سبحانه وتعالى، تجارة لا تبور. ملي كتكون نية خالصة والله كيعلم بين القلوب، يعني ملي كيعلم الله سبحانه وتعالى كيسخر لنا المحسنين والمحسنات. بعد الأخت رجاء التيريز هادي، واش انت كتعطي هذا الكسب ديال البهائم ولا؟ حتى رزا والله غنعاود لكم الحكايه ديالها تتلج الصدر. وقعت لي اليوم الصباح واحد اليتيم كان عندنا ملي كان صغير، الحمد لله كبر وتخرج وخدم في طنجه، وعيط لي مع 8 الصباح قال لي جيب لك كادو. يعني باش حسيتي رجاء يعني كتشوفي واحد من وليداتك، يعني هذا غنعتبره وليداتنا، يعني فرحتي ملي كان صغير وكنتي كتفكري فيه كيتيم، والحمد لله اكيد غتكوني فرحتي ملي خدا البكالوريا ديالو ملي راه خدام دابا قلتي في طنجه. يعني شنو هو الاحساس ديالك انه من بعد ما جا باش غادي يعيد مع الام ديالو فكر في الام الثانيه، لان كتعتبري الام الثانيه؟ كيقول قال لي ما عرفتش شنو نجيب لك، جبت لك شي حاجه اللي يعني فوق الراس. يعني يعني صراحه والله العظيم كنهضر، والله الله اللي كيعلم بهذا الشعور. يعني التمره ديال الاحسان يعني راه ماشي ساهل، هادشي كنديروه خالص لوجه الله. يعني اليوم والله العظيم عطاني واحد الطاقه ايجابيه لنستمر في هذا العمل ان شاء الله، وجاب لي كادوات وقال لي بغيت نساهم حتى انا، وانا غنشري الام ديالي حولي وبغيت نساهم حتى انا وبغيت انا. الحمد لله الحمد لله. على ذكر هاد التيريزا الاخت رجاء، واش ما كاينش واحد اللائحه واحد القائمه بالناس اللي عودتوهم باش يعني تساعدهم في هذه المناسبه؟ اكيد كاينه دائما. دابا مع 54 اقل من السنوات اللي فاتت، كيفاش غادي تدبروا هذه اللائحه؟ هذا كنلقاو فيه صعوبه. اولا كنمشيو لفئه الايتام هي الاولى، لان حتى المحسن ملي كيعطيك الفلوس كيركز لك على الايتام. غادي نشوفوا الايتام بالنسبه للدرجه الاولى، وكنبداو كنتريو مع الاخوان ديال الجمعيه، كنشوفوا الاسبقيه، وعندنا التحري. يعني كاين اللي كيكون عنده ديجا خذاه حولي ديجا، هذه كان كيكون عندنا واحد هي صراحه هي صعيبه باش تري قاصحه، ونطلبوا الله عز وجل تزاد على 53. نعم بالنسبه لكم انتم شحال عندكم ديال العمل في هذا العمل الجمعوي؟ بالنسبه للعمل الجمعوي البدايه ديال الجمعيه 5 سنوات، وبالنسبه لي العمل ديالي 18 سنه. نعم رجاء، شفتوا معنا البارح مباشر ديال الباعة المتجولين البارح في وسط مدينة خريبكة أو وسط عاصمة الفوسفات، وشفتوا معنا واحد الصرخة ديال واحد الأرملة اللي عندها الأيتام اللي كتبيع الكيس ديال الحمام وكتبيع دوك الزيوفة ديال حياتي، وتتقول كنربح فيهم 2 دراهم وما خلونيش يعني السلطات أنني ندير هاد الفراشة باش نبيع، و 30 سنة ديال الفراشة وتقصيت تم الإقصاء ديالي وما استفدتش من السوق النموذجي، وكتغوت بأعلى صوتها ومريضه يعني عندها السكر عندها لاطونسيون. من بعد ما دارت ديك الصرخه جلسات في الكرسي، ملي شفتي هذيك السيده ربطتي بيا الاتصال، شنو رجاء على المباشر؟ وكنتمنى انها تكون دابا على المباشر وتسمع هذا التعاطف. هذيك السيده بغيت نمسح الدموع ديالها، وهذا هو العمل ديال جمعيه رجاء الخير، ما نخليو حتى شي واحد بالعيد. هذا الشعار كنقولها كل شي عيد، والسيده غتمسح لها الدموع ديالها وغنديو لها الحولين ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا لك. بالنسبه شنو المضايقات والمشاكل اللي كتعقم في العمل الجمعي؟ بالنسبه ما كاينش المشاكل شويه، كاين ضروري. شوف اي حاجه ديال الخير الا وكاين الشوك كيف ما كنقولوا بالعاميه، ونطلبوا الله. حنا الحمد لله صامدين وحاجه الله يقضيها الله كيف ما كنقولوا. كتعاملوا مع هذا الشيء مع المحسنين؟ كيفاش كتعاملوا مع هذه المشاكل هذه مثلا؟ ضروري كتغلب عليها الا كانت عندك الخير كيغلب الشر. والله يجعل كيدهم في نحرهم. عملية توزيع المستفيدين. الكلمة الأخيرة للمحسنين. المحسنين كنشكرهم وكنبادلهم كنقول لهم شكرا، وهذا الشيء حنا غير صلة وصل ما بين المحسنين وما بين المستفيدين. عملية التوزيع كيف تتم؟ كتتم بواحد السرية، ما نقدرش نقول المكان، كنعتذر. كنجيبوهم واحد المكان وكنعيط لهم. لمن كتعيط؟ للمستفيدين. كيكونوا الإخوان مجندون يعني واقفين. كياخذوا كنعيط لي تريبورتور، يعني هادشي كيوصل ليهم حتى لعندهم، ما كيخلصوا حتى شي حاجه حفاظا عليه قدام وليداتهم. ما كنبغيش يعني ما تسديش انت نتوما الجمعيه ما كتمشيوش تديو الدار. لا احتراما ليهم ومع وليداتهم مع الجيران مع هذا، كنعيطوا لهم بحال هما اللي خدوه من السوق، وكيمشيو ديك الساعه كتكون متابعه عن بعد. يعني وهادو كنطلب من المستفيدين الله يهديهم. يعني شحال من حاله كنلقاو عندها 4 الحواله 5 6
الله يجازيهم بخير، اللي شدت شي حاجه راه كاينين الناس محتاجه، نتعاونوا، هذا هو التعاون، نعاونوا بعضياتنا ونشوف. شدات تعلم انا اللي شدات تعلم بان كاينين الحالات اللي كيعيطوا لينا كيقول لك الله يرحم والدي رحنا توصلنا، ولكن هذوك الحالات اللي كيعيطوا لنا كيقول لنا حنا كنعطيوهم فلوس، يعني ديال الكزار ديال الفخار ديال العطريه، يعني كان يعطوكم فرصه اخرى، كيعطيونا فرصه باش نشوفوا حوايج اخرى ان شاء الله. نداء المحسنين اخترا نداء نطلب، مازال عندنا اسر، مازال ايتام، نطلب الله عز وجل نديروا يد في يد وما نخليو حتى شي واحد. وانتم كتعرفوا جمعيه رجاء الخير السيد مستور كاين في ولاد عبدون، والله يسهل على الجميع اللي دار شي حاجه لله. استاذ رجاء، بالنسبه للاثمنه مقارنه مع السنه الماضيه، يعني زاد شويه الثمن هذا العام؟ كاين شويه الثمن بالنسبه للعام اللي فات، كاين الثمن زاد. الكتاب اللي كتعاملوا معاه انتم، واش يعني كتحسب لكم نفس الاثمنه اللي كيديروا بها؟ لا، هذا السيد صراحه تعاون معنا وكنشكروا من هذا المنبر صراحه، انا ملي قال لي عرف هو الاسر يعني ديال الايتام وديال، يعني كلشي كيساهم في هذه العمليه. كلشي كيساهم. اذا نشوفوا معك الاعضاء يعني اللي حاضرين معك في جمعيه رجاء الخير، كاينه رشيد، كاينه الاخت فاطمه. اخت فاطمه مرحبا بك، ناخذ كلمه. بارك الله فيك اختي ناديه. كما تنقول اي مرحبا، كنشكرك على اخت ناديه. كما بغيت نشير لواحد سميتو اللي هي مهمه، هي المحسنين. كنقول لهم الله يجازيكم بخير، والله يثبت اجركم، والله يجعل لكم في ميزان المقبول. السيده اللي ساهمت بواحد المبلغ اللي هو تبارك الله عليها، هي والابن ديالها، الله يخليهم. هما اللي شراو 20 حولي، هما 20 حولي زعما صراحه، مع ان هذا العام شويه ناقص، ماشي بحال العام اللي فات صراحه. كما كتعرفوا راه ظروف قاصحه للجميع، والله يثبت الاجر للجميع. دابا واش موفرين؟ حما دابا حنا عرفنا العام اللي فات وفرتوا شحال؟ 70 75 يعني هذوك الناس اللي فرحتوهم السنه الماضيه، يعني دابا راهم كيتسناوكم مره اخرى، ودابا وصلتوا بحال وصلتوا دابا 53. ورزقهم عند الله عز وجل، من هنا ليومين ما عرفتش اشنو غيكون، ربما تجي شي حاجه. سمح لي اخت فاطمه، 53 والست الحواله مشاو البارح للايتام، يعني تبرع بهم واحد السيد الله يجازيه بخير. يعني 56 59 دابا اللي كاين 59. شتي حنا من هنا كاينه لا ليست، واش كملتوها ولا مازال؟ لا لا مازال مازال مازال. حنا امتى انا كنفرح ملي كتصل بك شي حاله كتقول لك اودي حيدوني من لا ليست، انا استعفت. يعني هذه راه ما كنخليوهاش. كما قالت الاخت، كما قالت الاخت رجاء، ضروري كتعطيها كما قلتي فلوس ديال الكزار العطريه الفاخر، يعني كتعاوني معاها. وكنتمنوا من هنا ليومين نتفاجئوا بشي حاجه اللي تكون زوينه. حنا ما بغينا حتى شي حد يبقى بلاش، كما قالت الاخت رجاء، باش كتحسوا الشعار ديالنا كلشي عيد. باش كتحسوا ملي كيجيكم واحد الاتصال، انتم كجمعيه رجاء الخير معروفين يعني بالخير، معروفين يعني كتمشي كما كنقولوا كتعرفوا الاسر اللي محتاجه، اللي كيجيك اتصال وتقول لك ولادي ما معيدينش وانت ما عندكش، باش كتحسوا؟ اما كبرى انا يا اختي خايبه بزاف، كتعودي تقولي واش انا ما شحال جريت وما ما وصلت زعما للعدد كاع اللي خاصو يعيد، يعني كيبقى فيك الحال، ولكن ما كتبقاش بلاش، بجهد الله ما كتبقاش بلاش. هي رجاء ما كتنعش صراحه، حنا كنمشي وكنرتاح واحد شويه، هي راه كتبقى خدامه حتى 4 الصباح حتى 5 الصباح. شتي تجي حاله نقول لها رجاء، كنقول لها رجاء واحد الحاله اتصلت بيا ما عندهاش، كتلبس حوايجها وكتخرج، كتقول لي ما غتبقاش بلاش. وفعلا اختي حاجه الله تيقضيها الله سبحانه وتعالى، وحتى شي حد ما كيبقى شي هاد الشيء كاع، واخا تيعيطوا لينا في الاخر ما تتبقى عندنا حتى حاجه، وكنوزعوا ضروري كيستافدوا حتى هما. نعم القلب النابض، لان صراحه كتبذل واحد المجهود جبار، كتبذل واحد المجهود جبار صراحه. القلب نابض صراحه، قلب نابض، قلب نابض صراحه، قلب نابض ديال الجمعيه صراحه. بعض المرات حنا ما كنكونوش مسالين، هي تبارك الله اللي كتجي. كنحكم على بعضياتنا راه كتكمل بعضياتنا الحمد لله، ولكن قلب نابض تبارك الله صراحه. ولكن دائما راه صراحه ماشي حيت قدامي، راه دائما ملي كتبغي تدير شي عمل راه كتستاجر، حيت حنا دايرين جروب راه كتستاجر مع الاعضاء. كنقول لها شوفي حنا تايقين فيك ثقه عمياء، ديري كل شيء، وفعلا راه كتبذل واحد المجهود اللي هو جبار، والله يتقبل لها، والله يجعلها ليها رحمه لوالديها وصحيحتها وكاع اللي دار شي حاجه. نادي اختي الله يثبت الاجر ديالو. رجاء الخير، القلب النابض ديال جمعيه رجاء الخير، واش عمرك تحطيتي في شي موقف صبحتي الصباح ديال العيد وعيطت لك شي اسره وقالت لك بنتي ولا اختي رانا ما معيداش وغنسد عليا الباب، شنو درتي في هذا الموقف هذا؟ الا تحطيتي فيه بعد؟ تحطينا في شي مواقف اللي لا اله الا الله، ان نهار العيد بالضبط
كندبه الحولي ديالنا ديال الدار كتعيط ليا الحاجه المحسنه كنتمنها تكون هي اللي شرات ال 20 حولي كتعيط ليا كتقول لي واحد الحولي بغيت نصدقه. الله اكبر. خرجنا في هذاك الصباح كنلقاو اسره ساده عليها بتتكون من خمسه الوليدات قالوها لي شي ناس. دقينا واحد المنظر لا اله الا الله. يعني انا جريت الليل كامل وجريت ولكن هذاك النهار حسيت براسي واحد يعني الناس عاد خرجوا وليداتهم يعني هذه هي يعني صباح العيد المراه ساده على عليها دار عليها وليداتها وجاتنا حولي وديناه ليها. واحد القصه وقعت في بونوار كانت ارمله وعيطت لنا لاخر لحظه وبشينا لدرجه ان الولد معاق طاح لنا من فوق الكروسه ملي شاف الحولي. يعني ترمى عليه ترمى عليه. يعني كاينين حالات كان حنا كنتعرضوا عليهم وحنا كيوقعوا لنا شي حالات. علاش طلبت بان هذوك الناس اللي استفدت تشوف ناس اخرى؟ لان كاين الناس اللي متعففين. انا دابا جاو عندي ناس قال لك عافاك الا كنتي غتعطينا من بانوش يعني هم متعففين وما غنخليو ان شاء الله حتى واحد. اصلا انتم راه ما كيبانوش المستفيدين ديالكم داكشي كيبقى بيناتكم ما كيبانوش احتراما ليهم. وكاين اللي عنده عزه نفس الله يحسن العوان وهذه كتكون نيت باش كتديري حتى على الوليدات. ورينا الحواله اللي خديتي. مرحبا اخت ناديه. ها هو بعدا واحد اجي هما كاع ها هو قول له سير بالنسبه للايتام كنحاولوا ناخذوا ليهم خرفان عندهم الكرون حقاش الوليدات الوليدات كيبغيو هما الكرون ما تيبغيش يقول لك تعطيه الحولي كيقول لك ما عندوش الكرون ما عندوش الكرون يعني كبير خاصو ضروري تاخذي ليه الكرون. هذاك الحولي خداه واحد السيد الايتام. هذا دابا هذا شحال باش خديتو دابا نتوما جمله حيت خديتو جمله كاين 20 واحد خديناهم ب 18 والشي الاخر 18500 حنا هذا 18000 هذا 18000 تبارك الله. وهذاك الحولي كيف ما كتشوفوه ديال واحد الختام 44000 ودابا علاش هذا ما نساش ما نساش واحد عندها 10 الايتام. بالنسبه ل ما نساش معنا الدكتوره مريم ما بغاش تبان جات ضحات لجوج الناس ما شاء الله. جات العيل ما كان جات العيل ما كان شرات لجوج الناس منهم واحد اي يتيم ايتام اسر ومنهم واحد السيد مريض بالقلب الله يشفيه ما شاء الله. الله يتقبل من كل سنه كل سنه كتعيد لهم الله يجازيها بخير الله يتقبل الله يتقبل ليها اختي. اذا فعلا هذه الله يتقبل الشعار الاخر نعم خذا والرساله ديالك اكيد للمتتبعين وكاع الناس اللي كيجريو في الخير والمحسنين والناس اللي يعني اللي الايتام والناس الاسر المعوزه شنو تقولوا لهم في هذه المناسبه هذه؟ كنطلب منهم يسمحوا لي اللي ما وصلتهمش كنعتذر اللي ما وصلتوش كنعتذر منه لان غالب الله لان كندير واحد المجهود واحد هذا بغينا ما كرهناش كل شيء وهذا شعار جمعيه كل شيء يعيد. وطلبي الوحيد اللي نطلب من كل شيء اللي كيسمع واللي كي رحمه الوالدين. نعم واش فعلا الله يرحم الوالدين ديالك وجميع اموات أمين. المسلمين. رجاء تنشوفوك مهتمه بزاف بالايتام واش حيت انت يتيمه حاسه بهم اكثر؟ قاصحه ما يحس باليتيم الا اليتيم هذا هو اللي خلاك تحسي باليتيم. انا كنت قبل في الجمعيه ديال الايتام وكان عندي واحد ولكن ملي تحطيت يعني ما جاش الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. يعني راه غير باش تمسح اليتيم غير باش تمسح ليه الراس عندك عنده راه عندك اجر كثير ما بالك ان تمسح ليه دموعه وتدخل ليه الحولي راه ماشي سهله. والله يتقبل وهاد الوضعيه بغيت نقول ان ما نركزوش على الايتام. كاينين حالات بحال واحد السيد جا البارح انه تشلل يعني ما نقدروش نخليه. كاين واحد السيد عمى يعني كاينين حالات ما نركزوش على الايتام. اغلبيه كيقول لك ايتام ولكن كاينين حالات اللي ما قداش تمد يدها عندها وليدات صغار. بغيت كلشي يعيد يا رب من هاد من هاد من هاد المنبر يا رب كلشي يفرح وشكرا وسمحوا لي والله يجزيكم بخير. تبارك الله عليك. الله يبارك. شكرا جمعيه رجاء الخير. شكرا لكل واحد كيساهم كل واحد كيجري في الخير الله يفرحكم. الناس المحسنين اللي ساهموا مع جمعيه رجاء الخير كنقولوا لهم فلوسكم ها هما خير اللي درتوا ها هو ان شاء الله باذن الله راكم سبب باش غادي تدخلوا الفرحه للايتام الاسر المعوزه الارامل الله يثبت لكم الاجر. شكرا لكل واحد ساهم لا بالقليل ولا بالكثير. شكرا لكم جو. شكرا لك حتى انت اللي انا قالك انت اللي وريتيهم هذا الكوري هذا فين خدم هذا السيد من قريب. نعم شي كلمه جو عطينا شي كلمه. الاخت رجاء راه غنيه على التعريف
الاخت راه جا ربي يسر ليها، واقسم لك بالله لا حاضر ليها عندها 80,000 وجات فاش جيتو المره وعزلات وكتقول لي كتقول لي ما كاينينش فلوس. هذه هي كتزعم. كنقول لها شوفي كيما في رمضان عاونوك الناس وخديتي داك الشيء كريدي وتخلصت دابا وتيسر الحمد لله الامور. وكنبغي الاخوان المحسنين يزيدوا يتعاونوا مع بقى هاد اليومين وكاينين عندها حالات اخرين. وكنبغي نوصل واحد الميساج اختي ناديه من هذا المنبر، كيف كاينه الاخت رجاء والجمعيه ديالها جمعيه الخير كتقوم بالواجب وكتوصل وكل شيء. كاينين شي وحدين اخرين يردوا منهم البال راه كياخذوا تجاره. اخت رجاء حنا كنعرفوها هي معروفه كتفرق وكل شيء، يردوا البال من شي وحدين راهم فهمتي كيستغلوا هاد الظروف هذا. وكنبغي نشكر الاخت رجاء والجمعيه ديالها، والله العظيم ديما كنعيط ليها مسكينه اي وقت خدامه ماشي حقاش كنعرفها ولا شي حاجه. راه الاخت رجاء كلشي كيهضر عليها، الاعمال ديالها هي اللي كدوي. وشكرا اختي رجاء. تبارك الله عليك. نشوفوا حليلو حليلو شنو تقول لنا شي كلمه في حق جمعيه رجاء الخير، لانك حتى انت دائما كنشوفوك يعني صباح الخير من الناس اللي كيجروا في الخير، من الناس اللي كتربط اتصالات، من الناس اللي حتى انت تقدر عندك اسره تقول لها رجاء عندنا هذه ولا هذه، حتى انتم كتجروا غير في الخير تبارك الله عليك. السلام السلام عليكم بعدا وعواش مبروكه، والله يتقبل من جميع المحسنين اللي كيساهموا ماشي غير مع رجاء، مع الجميع اللي طبيعه الحال. يعني رجاء كنعرفها اكثر من صغير كنعرفها سنين بزاف، وصراحه كيقولوا لي مومو كبير بس الحمد لله. يعني هذا من هذا اش كنقولوا، يعني هذا خير لانك كتعرف وجوه الخير، فهذا هو الرباح ديالنا ان شاء الله. رجاء يعني كتخدم ليل ونهار، رجاء يعني ماشي غير في العيد الكبير ولا في العيد الصغير، في اي بلاصه في اي وقت في اي نهار في اي ساعه. حبوبه الجماهير طبيعي رجاء تعيط لها في 4 الصباح تجاوبك وتقضي معك الغرض. رجاء يعني في هذه الايامات اللي عاش واحد الظروف شويه صعيبه، يعني دخلوا شي سوسات الله يجعل كيدهم في نهرهم، يعني دخلوا شي سوسات وكانوا باغيين يحبطوها كيف ما كنقولوا، ولكن الحمد لله يعني العزيمه والقوه والاراده للناس ديال اعضاء الجمعيه ديالها للصحابه يعني كما كنقولوا الاصدقاء ديالنا طبيعه الحال اللي عطاوها قوه وعطاها واحد العزيمه كيف ما كنشوفوا. يعني في العيد الكبير دخلات في راس مالها 4000 درهم وشاريه 20 حولي، راه ماشي سهله راه ماشي سهله، يعني راه مصاريف تمايا راه حتى شي واحد ما يقدر يتحمل المسؤوليه، ولكن الحمد لله الحاج الخير كيقضيها الله سبحانه وتعالى. فكنبغيو نجدوا الرحمه على الوالدين ديالك رجاء، وكنترحموا على جميع المسلمين اجمعين وعواشه مبروكه، والله يتقبل. وكنقول شي واحدين يعني كيفرقوا يعني العيد الله يرحم الوالدين، ما تكتبوش سميه الجمعيه في الحاولي ولا تبينوا وجوههم، راه عيب راه عيب وحشومه. لا مع الحب تفرق رجاء الخير كيجي في الطريقه ديالك. شوف طريقه زوينه يعني كنخدموا ماشي غير هذا العام يعني سنين، كيجي الناس كياخذوا هما بحال هما اللي شارين كيفرحوا وليداتهم طبيعه الحال، باش نبداو نكتبوا سميه الجمعيه كذا حشومه راه عيب. راه بلا ما تشري لي الحولي، لا كنتي دير بحال هكاك بلا ما تشري لي الحولي. وعواشه مبروكه والله يتقبل من جميع المحسنين، وعاونوا رجاء راه يلاه معيده 53 راه مازال واحد العام كنقال عليها راه 110 كنقال عليها واحد العام يعني تقريبا قبل الكونفيرمون يعني 110 راه ماشي ساهله. تدخل الفرحه على 110 ديال الاسر، كل اسره يعني كتكون من 4 5 3 يعني على حساب راه ماشي ساهله، شو شحال من دمعه مسحشي. فالله يتقبل من جميع المحسنين وعواشه مبروكه. تبارك الله عليك. رجاء عندي سؤال، مثلا يقدروا يكونوا دابا معنا من المتتبعين يقدروا يكونوا معنا محسنين، خصوصا انهم عرفوا انك مازال ما كملتيش العدد اللي انت بغيتي، والناس مازال عندك بزاف لا ليست اللي مازال ما وصلتيهمش، يقدروا يبغيو يعاونوا يقدروا يبغيو يساعدوك. ولكن عندي سؤال، واش ضروري يعطيوك الفلوس انت باش تقضي، ولا يقدر يجي هو؟ ورينا الطريقه اللي يقدروا يتعاملوا معك بها مثلا المحسنين. اي طريقه اللي كيبغي المحسن حنا معاه. انت توريه الناس؟ انا نوريه الناس هو يدي لهم الحولي، انا نوريه الاسر هو يدي لهم، يعني اي حاجه اللي كتجي للمحسن تجي معاه نجي معاه الكوري نمشي معاه نوصل. انا الهدف شنو هو؟ كل شيء فرح. تعاد تسخري كاع. انا نسخر لهم، انا الهدف من هذا الشيء كامل هو نمسحوا دمعه اليتيم ودمعه المحتاج. كل شيء عيط. وكل شيء عيط شعار الجمعيه، كل شيء عيط. كل شيء ما يبقاش بالهدف. وانا طموحي في 100 اسره ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب الله ييسر الله ييسر. رقم الهاتف ديالتي الا كان شي واحد من المحسنين بغى يتعاون معاك تكملي هذا الطموح ديالك. مرحبا. وهذه الامنيه وهذا الرجاء. ماشي طموح، عائلات كاينين. هادو عائلات كتسنانا. 06 99 30 41 41.
06 99 30 41 41. تبارك الله عليكم. الله يتقبل الجميع. وكنشكر الاخت نادية على المواكبه، وكنشكر الاخوان اللي جاوا معاك، والله يتقبل الجميع، وعيدكم مبارك سعيد، وكل شيء يعيد ان شاء الله. السلام عليكم. دمتم في رعاية الله، الى اللقاء. دير الخير تلقاه، كل شيء يعيد ان شاء الله باذن الله. باش بالتضامن، بالتكافل، بالاحساس بالاخر ولو بالقليل، وان شاء الله كل شيء يعيد. السلام عليكم اخوتي.